أنها تكون هدية الأشياء اللي نهديوها للزوجة ربما لتسهل لها مهامها داخل البيت. هذه أحسن هدية. هذا واش كنا مثلا غسالة لما نكون أنا غسيل أوان غسول تاع الأوان. عنصر المفاجأة مهم جدا. عنصر المفاجأة بمعنى أنها مثلا كانت هي تشتكي مثلا الغسالة فزدت لها ولا ثلاجة فزدت أو خلينا نقولوا آلة من آلات الكهرومنزلية فزدت لها ولا ما عندهاش وهي تكلمت أمامي ولا أنا لاحظت بطريقة غير مباشرة فنجي نعملها لها مفاجأة. عنصر المفاجأة مهم جدا في الهدية، فالهدية إذا لم تقترن بالمفاجأة وكأنها قلصت من قيمتها، حتى وتكون عندها قيمتها المادية عالية لكن بمجرد اختفاء عنصر المفاجأة منها تنزل من قيمتها. إذا ضروري تقترن الهدية بقيمة المفاجأة أو بقيمة أنه واش يحتاج الطرف الآخر اللي راح تترك أثر أو راح تترك فرق لما تدخل على حياته هذه الهدية. فهذا مهم جدا في فن الهدايا أو المهادات. استدل الهدية من بعد جرح تخفي أثر هذا الجرح، أنه كان ربما بعض الأزواج يكون فيه مشاكل ربما جرحها بالكلام ربما حتى توصل للخيانة لأمور أخرى، ولا هي أيضا نفس الشيء يعني عكسية، يعني من بعد يقدم لها الهدية ولا تقدم له هدية، هل أثر الهدية؟ الهدية وما هو مرافق لها من كلمات، الطريقة اللي قدم بها الهدية، الطريقة التي اختار بها الهدية. فالإنسان لما يكون مجروح لماذا يحدث هذا الجرح العاطفي داخل العلاقة؟ فإحنا نكون أنه نحس أن عندنا مكانة عالية جدا عند هذا الشخص، ومن بعد يجي هذا الشخص يخوننا أو يهيننا أو ما يقيمناش أو ينسانا في موقف معين ولا يدير خطأ معنا داخل هذه العلاقة، فتحسي كأن قيمتك تراجعت. هذا الطبيعة أثر نفسي داخل كل علاقات، نستمد صورتنا الذاتية حول قيمتنا حسب الطريقة اللي عاملنا بها الطرف الآخر. فلما تتعرضي للخيانة وكأنه دخلت طرف ثالث، دخول طرف ثالث وكأني مانيش كفاية داخل هذه العلاقة. فلما نجي أنا نعالج هذا الجذر لي أو الأثر النفسي والجرح العاطفي اللي تركته عند الشخص الآخر، اللي نقوله أنت ما راكش كفاية، فنجيب له أنا هذا الهدية ونقوله ولأنك هدية في حياتي حبيت نقدم لك هدية نعبر لك فيها عن المكانة تاعك، واسمح لي عن الخطأ اللي جا مني اللي كان ممكن يكون عفوي اللي يكون ممكن ما كانش مقصود اللي ممكن لم أنتبه، لكن تأكد باللي أنه هذا الخطأ يخصني أنا في طبيعتي ورح أسعى أني نغيره، ما يخصكش أنت ولا يقلل من قيمتك ولا من قدرك، ونهدي له هذه الهدية. فشوفي أنه الأمور اختلفت، فأنا راني عالجته عن طريق هذه الهدية. وشي توصيات اللي نقدر نفيدوا من خلالها بالأخص الأزواج فيما يخص الهدية التي تترك أثر في نفسية الشخص؟ أنا نقول قبل ما يفكر الزوج في المبلغ اللي راح يصرفه من أجل هذه الهدية، يفكر أول شيء في الأثر النفسي الذي راح تتركه هذه الهدية، يفكر جيدا في الأثر النفسي، يعتمد لكي يكون أثر النفسي عميق يعتمد عنصر المفاجأة، كل ما ركز على عنصر المفاجأة راح يكون الأثر النفسي كبير. في المرحلة الأخيرة يجي الأثر المادي أو قيمة المادية لهذه الهدية.